تعالوا بقى ندخل جوه النادي الاهلي ونتعرف على كل التفاصيل المتعلقه بفرق النادي الاهلي المختلفه وكافه ما فيه من انشطه مع زميلتنا العزيزه سالا حامد المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الفل عليكي، هاتي ما عندك من اخبار، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير، طبعا برحب بيك يا كريم، واكيد برحب بيك يا نهاوند وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد في بدايه الاسبوع من برنامج 10 الصبح في الاهلي، وبالفعل هكون دلوقتي معاكم في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اطلعكم على كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي في جميع فروعه. بس خليني قبل ما اتكلم عن اخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده طبعا مستر بيتسو موسيماني، خليني اقول لكل اعضاء النادي الاهلي في جميع فروعه انه خلاص يعني تدريبات فرع او يعني اكاديميه كره القدم النسائيه بفرع مدينه نصر خلاص التدريبات بدات امبارح في مدينه نصر. يمكن كان امبارح التدريب بحضور الكابتن عبد المنعم شطه مدير الاكاديميه والكابتن احمد عبد الباقي مدير فرع الاكاديميه بمدينه نصر. يمكن امبارح كمان الاكاديميه كانت او التدريب كان عباره عن يعني فقره للياقه البدنيه وفقره فنيه للتدريب. كمان كان في يعني اقبال كبير جدا من اللاعبات او البنات يعني الموهوبات من مواليد 2016، كان في اقبال كبير جدا منهم على التدريبات. ولكن يعني النادي الاهلي بس ما اكتفاش يعني بالعدد اللي كان موجود امبارح، ان شاء الله الفتره القادمه هيكون في المزيد من الاختبارات عشان يكون في عدد اكبر من اللاعبات الموهوبات داخل الاكاديميه، اكاديميه طبعا كره القدم النسائيه بالنادي الاهلي. خليني بقى اروح لاخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. وخلاص يعني طبعا بعد مباراه امبي امبارح واللي اقيمت على استاد الاهلي والسلام وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، سجل هدفين والتر بوليا ومحمد مجدي قفشه. يمكن قرر مستر بيتسو موسيماني بعد المباراه مباشره انه لاعبي النادي الاهلي يكونوا في راحه سلبيه من التدريبات النهارده، وان شاء الله هيعودوا للتدريبات بكره. التجمع هيكون الساعه 4 والتدريب هيكون الساعه 5 على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله يوم الثلاث واللي هتكون امام طلائع الجيش، وهتقام ان شاء الله يعني على استاد الجيش بالسويس في تمام الساعه 9 مساء طبعا. والمباراه دي هتكون في الجوله 31 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. كمان خليني اقول لك يا كريم واكيد اقول لك يا نهاوند انه نجم النادي الاهلي عمرو السوليه هيغيب عن المباراه مباراه يعني طلائع الجيش يوم الثلاث بسبب حصول على الدور الثالث في مباراه امبي امبارح، فخلاص يعني هيغيب بشكل رسمي عن مباراه طلائع الجيش يوم الثلاث. ده بالنسبه لاخبار الفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لاخبار جميع الالعاب الاخرى، وهبتدي باخبار الفريق الاول لكره اليد رجال تحت قياده الكابتن طارق محروس. يمكن خليني اقول لك يا كريم ان الكابتن طارق محروس والجهاز الفني يعني كل تركيزهم الفتره الماضيه على ان هم ازاي يجهزوا لاعبي النادي الاهلي بشكل مناسب طبعا يليق باسم النادي الاهلي قبل المشاركه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه واللي ان شاء الله هتقام في المغرب يوم 24 من الشهر الجاري. يمكن كابتن طارق محروس يعني خلى لاعبي النادي الاهلي يخوضوا بعض التجارب ودية الفترة الماضية، كان في مباراة يعني أمام الزهور وهليوبلس ومباراتين أمام الطيران وقدروا لاعبي النادي الأهلي يحققوا فيهم الفوز في الأربع مباريات. كمان امبارح يعني الجهاز الفني واللاعبين سافروا لمدينة الإسكندرية عشان يدخلوا في معسكر مغلق ويخوضوا بعض ايضا التجارب الوديه هناك في الاسكندريه. النهارده ان شاء الله يعني عندهم مباراه وديه مع سموحه، وبكره عندهم مع نادي الاولمبي، وبعد بكره عندهم مع اصحاب الجياد، وبعد يعني ما يعودوا من الاسكندريه هيتمرنوا يوم الاربعاء والخميس، ويوم الجمعه ان شاء الله هيكون اجازه، والسبت هيسافروا للمغرب عشان يعني طبعا يكونوا متواجدين هناك قبل بدايه البطوله، واللي ان شاء الله يعني بطوله كاس الكؤوس الافريقيه هتبتدي يوم 24 من الشهر الجاري. كمان كابتن رؤوف عبد القادر يعني خليني طبعا اقول يا كريم واقول لنهاوند جميع جماهير النادي الاهلي انه كابتن رؤوف عبد القادر امبارح اعلن عن وصول المدرب الاسباني جوستي بوش طبعا المدير الفني الجديد للفريق الاول لكره السله الرجال. وصل امبارح القاهره والنهارده ان شاء الله يعني هيكون متواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره لتوقيع يعني العقود لتولي منصب المدير الفني الجديد لفريق كرة السلة رجال. والنهارده يعني بعد التدريب او عفوا بعد التوقيع ان شاء الله المدرب الجديد يعني هيكون في اجتماع مع الجهاز المعاون عشان يحطوا خلاص بقى خطة العمل والبرنامج الاعداد لكل لاعبي النادي الاهلي للاستعداد للموسم الجديد واللي ان شاء الله يعني تقريبا هيبتدي في شهر نوفمبر القادم. كمان استكمالا لجميع اخبار الفرق
الرياضية. النهاردة الفريق الأول لكرة الطايرة رجال هيتمرنوا الساعة 4، وسيدات اليد هيتمرنوا الساعة 6. الاثنين هيتمرنوا يعني على نفس الصالة، صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، استعدادا للموسم الجديد. يمكن دي طبعا يا نهاوند ويا كريم كانت كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي في جميع فروعه. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو، الكلمة ليك طبعا يا كريم، تفضل. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذه التغطية المميزة، شكرا جزيلا.